السلام عليكم يا شباب، مرحبا بكم في الأورجانيك 2. احنا النهارده المحاضرة بتاعتنا عن الألديز والكيتونز. المحاضرة لايف، يبقى أنت ممكن ترد عليا وتسألني أو ترد على إجاباتي. إن شاء الله نحاول، يعني عارفين احنا ظروف الكورونا اللي حاطة الناس كلها تحت ضغط، لكن انا عايزك تنسب الوهلة شوية وتركز معايا في المحتوى التعليمي. ما تخافوش من الدرجات والامتحانات، انا عايزك تركز على التعليم. انت شايف الكورونا، العلماء بيحاولوا يوجدوا حل ليها، يبقى دايما الديفنس لاين بتاعك هو الساينس، العلماء اللي بيشتغلوا، وبالتالي احنا محتاجين نتعلم كتير. تمام؟ طيب انا الكورس بتاعي هديكم الانديز والكيتونز، هعمل لكم شير دلوقتي للباوربوينت، هنبدأ نتكلم من خلاله إن شاء الله. طيب ليه احنا بندرس الألديهيدز والكيتو يا شباب؟ لأنه مركبات كتيرة ألديهيدز والكيتو. تمام؟ هناخد المحاضرة الأول، هتلاقيها متاخدة من تكست بوك عالمي اسمه اورجانيك كيمستري. الاديشن مش مشكله، الفيفث او السيفنس او حسب اللي نزلت. الكتاب ده مؤلفه جون وي... سوري ال جي ويد جونيور. انا بحرص على ان السورس بتاعي يبقى سورس عالمي عشان تبقى اللي بتدرسه مشابه للي بتدرس في جامعات كتير. الكتاب ده بيدرس في جامعات كتير في امريكا. طيب ليه بندرس الديهيدز وكيتون يا دكتور؟ ايه الهدف؟ حاجات كتيرة. اول حاجة، في ناتشر برودكتس كتير حوالينا وممكن تكون انت بتستخدمها اصلا عبارة عن الديهيدز وكيتون. حد كده يقول لنا يا شباب اشهر واحد، انا مش حاطه على مش حاطه قدامك دلوقتي، هو الديهيدو كيتون او كيتون انت بتستخدمه؟ يا شباب اشهر واحد البنات بيستخدموه. دي اديتك هنا، حدش كتب حاجة؟ طيب نقول الاسيتون مثلا، مش تكيتون ده ولا ايه؟ اظن سمعت عنه قبل كده. طيب الالديز والكيتونز الناتشرال زي مثلا ايه؟ الفانيلين ده عباره عن الالديهيد، معلش هي نقص هنا اتش، الديهيد ده بناكل، بيبقى موجود في الاكل، بيجي من الفانيلا باتس، خدته اظن في العصير يعتبر. القرفه اللي انت بتشربها بتبقى جايه من السينمون بارك، المركب ده سينمون دهايد، ده الديهيد. البنزال دهايد او زيت اللوز المر، البنات ممكن تلاحظ انه موجود في كل الزيوت اللي بتاعت الشعر وكده، والاولاد دلوقتي بيستخدموه. الكامفر زي ما انت شايف فيه كيتونيك جروب اهي، اللي هو زيت الخروع. اليانسون او الكراوية، الكربون في الكراوية عبارة عن كيتون زي ما انت شايف اهو. حتى البلو تشيز، ما شاء الله في غلطة في الاستهلاك اهي، البلو تشيز او اللي هو يعني مش منتشر عندنا في مصر هنا بس بيستخدم كتير بره. الياسمين الريحة الجميلة دي عبارة عن كيتون. زي ما انت شايف مركبات في النت بنستخدمها كتير اصلا. كيتو او الديهيدز في جسمنا، طيب في جسمنا في كيتونز والديهيدز؟ في كيتونز والديهيد. انت متخيل المركب اللي بيفرق بين ساعد وساعدية؟ البروجسترون ده هرمون والتستوستيرون، الفرق المركبات دي كلها كيتونز. تمام؟ بس التستوستيرون فيه كيتونيك جروب واحدة والكهول، اما البروجسترون فيه اتنين كيتونز. يعني لو زادت معاك الكيتون حبة هتتحول من طبعا الموضوع ده مش سهل زي ما انت متخيل. الكورتيزون عبارة عن كيتونيك جروب، كيتون كومباوند، يعني في اثنين كيتونز اهو، سوري ثلاثه كيتونز جروبس. الماسك، وده في الحيوانات، الماسك اللي هو المسك،
وده بيطلع من الغزالة. قولي قصة كده مش عايز أحكيها عشان إحنا أونلاين، بس ممكن تدور عليه بيطلع منين بالظبط. الصوت، في ناس بتقول الصوت بيقطع، ولا الصوت أنتوا مش سامعينه؟ يا ريت حد يكتب للناس اللي مش سامعة الصوت، يكتب على الشات إن هم بيعملوا إنيبلنج للفيديو، سوري للأوديو بتاعهم. المشكلة عندنا، لكن انا موقف صوتكم كلكم ان انتوا تتكلموا عشان ما تدخلوش الاصوات مع بعض. بيقطع الصوت، بيبقى نسبة كبيرة ان النت عندك انت ضعيفة لو بيقطع، لان انا قايس النت عندي 16 ميجا دلوقتي، يعني احنا عشان كده عملنا الصبح. لو قطع معاك تاني ما تقلقش، انا هسجل المحاضرة وهتترفع، لو في اي حاجه ما سمعتهاش هتقدر تسمعها تاني. تمام يا شباب؟ فزي ما انت شايف الهيزو كيتونز موجوده في مركبات كتيره جدا، سواء في اللي احنا بنستهلكها في غذائنا او بنستخدمها في حاجات تاني. الجسم نفسه فيه الهيزو كيتونز، وطبعا دول امثله بسيطه من اللي في الجسم. فانت ليه بتدرس الاندوسكيتونز؟ عشان تفهم المركبات دي بتاثر ازاي على الجسم، او بتشتغل ازاي في الجسم. ولما ان شاء الله تطلع ثالثه هتدرس الميديسينال كيمستري او البايو كيمستري، محتاج تفهم الاندوسكيتونز. مش بس كده، دراجز كتيره عباره عن اندوسكيتون او كيتو. الدراجز دي عشان او حتى في الخطوات بتاعت السينثسيس بتاعها عباره عن اندوسكيتونز. فانت بتدرس السينثسيس بتاع الاندوسكيتونز، بتدرس البروبرز بتاعت الاندوسكيتونز. تمام؟ فبالتالي هنبدا دايما احنا لما بندرس كلاس من المركبات بندرس مثلا النومنكلتشر بتاعها، الاستراكشر بتاعها، وبعد كده الرياكشنز والسنس بتاعتها. تمام يا شباب؟ لما نبدا بالكربونيل، اهم حاجه في الكربونيل اللي هي الايه؟ السيدا والبندق. تمام؟ فانت السيدا والبندق عندك بتبقى المرتبطه باما تو الكايل جروبس او الكايل و اتش. الكايل و اتش ده اللي بنقول عليه ايه؟ الالدهيدز. تمام؟ السيدا والبوند او بتبقى الهايبرديزيشن بتاعها اس بي 2 هايبرديزيشن. تمام؟ وده ناتج من سيجما بوند والباي بوند، او اللي هي عامله الدبل بوند الثانيه. الاس بي 2 هايبرديزيشن يعني معناها هنا اس بي 2، هنا اس بي 2، هنا اس بي 2، واللي طالع فوق دوت هو البي اوربيتال. فانت عندك بي اوربيتال من الاكسجين مع بي اوربيتال من الكربون، ده اللي بيعمل الدبل بوند. تمام؟ ال ايه الفرق بين الكيتون والالكين؟ الكيتون والالكين في اللينث يعني متقارب، بس الكيتون اقل، وده نتيجه للالكترونيجاتيف بتاعت الاكسجين في اللينث بتاعت ايه؟ الارض. الكربونيل برضه بيحصل بولاريزيشن. يعني ايه بولاريزيشن؟ الاكسجين هايلي الكترونيجاتيف. تمام؟ بالنسبه للكربون، فبالتالي ممكن تسحب الباي الكترونز ناحيتها. فانا عندي بارشال نيجاتيف تشارج على الاكسجين وبارشال بوزيتيف تشارج على الكربون. ودي هنتكلم عليها بعد شويه، لان هي دي اللي هتحدد لي الايه؟ الرياكشنز. وبالتالي السي دبل بوند او بتبقى بولاريزد. بولاريزد. يعني ايه بولاريزد؟ يعني ليها نيجاتيف اند وبوزيتيف اند. يعني كلمه بولاريزد. تمام؟ يعني عامله دايبول. وده اللي بيخلي المركبات دي ليها ايه؟ الدايبول مع بعض بيعمل اتراكشنز. تمام؟ فده اللي بيخلي لما نبص للبويلنج بوينت بتاع مثلا البيوتان هنلاقيها بويلنج بوينت عند زيرو، يعني هو اولموست جاهز عند الزيرو. تمام؟ الايثر عشان فيه اكسجين، الاكسجين ده بيعمل دايبول شويه مع الكربون، فبيبقى البويلنج بوينت اعلى شويه من البيوتان. رغم ان يا دوبك انا غيرت السي اتش 2 باكسجين وصل البويلنج بوينت ل 8. طيب شلت الكلام دوت وحطيت ايه؟ كربونيل. الكربونيل بيغير البويلنج بوينت بتاع البروبانال بتاع الالديهيد الى 49. او الكيتو الاسيتون مثلا البويلنج بوينت بتاعته كام؟ 56. فطبعا البويلنج بوينت اعلى بكتير من الالكان او الايثر، وده السبب الرئيسي بتاعه ايه؟ الدايبول مومنت. طب لما نقارنه بالالكوهول هنلاقي ان الالكوهول البويلنج بوينت بتاعه 97. ايه اللي خلى الالكوهول اعلى؟
حد كده يجاوب لنا. انا مستني ابص في الشات. ليه اعلى شويه؟ محدش كاتب حاجه. ليه الالكول اعلى من الكيتو؟ ايوه الهيدروجين بوند. طب الالكول ممكن يعمل هيدروجين بوند مع نفسه، لكن الكيتو ما يقدرش يعمل مع نفسه، لكن ممكن يعمل مع السولفنت. ممكن يعمل مع ايه؟ مع السولفنت. ولذلك هو ليه سولوبيليتي عاليه. الاسيتون مثلا بيدوب في الميه ولا ما بيدوبش يا اولاد؟ الاسيتون بيدوب في الميه ولا ما بيدوبش؟ الاسيتون يعني بيدوب، لكن لو حطيت الايثر يدوب في الميه الايثر؟ المفروض ايه يا يوسف؟ الاسيتون انت ما شفتوش خالص؟ الاسيتون اللي بتجيبوه البنات من الصيدليات يدوبوا بيه المونيكير والحاجات دي. الايثر ما يدوبش. طب والالكان؟ هو كده كده جاهز الالكان برضه ما يدوبش في الميه. يبقى اللي بيخلي الحاجه تدوب في الميه انها تعمل ايه؟ هيدروجين بوندنج مثلا مع الميه. فطبعا الالكول يقدر يعمل مع الميه، والكيتون يقدر يعمل مع الميه، والالدهيد يقدر يعمل مع الميه، ولذلك هم كلهم يقدروا يدوبوا في الميه. لكن البويلنج بوينت بتاعت الالكول اعلى عشان هو بيعمل مع نفسه هيدروجين بوند. الكيتون ما يقدرش يعمل مع نفسه. ليه؟ لان الاكسجين ما عليهاش هيدروجين. تمام يا شاطرين. بدات الناس تتفاعل، بدات الناس تعرف الامور ماشيه ازاي في الليكشر. تمام. تمام. طيب النوميكليتشر بقى ازاي بنسمي المركبات دي؟ يعني اكيد الكلام ده طبعا ممكن يكون انت درسته في ثانوي او كده، بس ما فيش مشاكل نقوله تاني. الايوباك ده او الانترناشونال يونيون اوف بيور اند ابلايد كيمستري ده متفق على رولز للتسميه، عشان كلنا لما نيجي نسمي الحاجه نسميها بعض بنفس الطريقه. قال لي احنا هنسميها بنبدا نسمي البيرنت كومباوند على انه الكان، يبقى ونشوف اطول سلسله للالكان. اطول سلسله مثلا للمركب دوت ايه؟ 1 2 3 4 4 كربون، سلسله متصله ستريت تشين 4، لكن ده ممكن تبقى تفريع. طيب 4 يعني بيوتان. بيوتان قال لي اشيل الاي الاخيره، اشيل الاي الاخيره واحط في حاله الكيتون اون او ان اي، او في حاله الالدهيد بعد كده هنشوف ال. يبقى انا كده لو كان كيتون يبقى اون، لو كان الدهيد يبقى ال. طيب يعني ده يبقى اسمه ايه؟ بيوتان اون. تمام. والكيتون جروب على انهي كربونه؟ لو رقمت من هنا تبقى 1 2، لو رقمت من هنا 1 2 3، اختار انه اتجاه عشان رقم من الجنب ده لانه يديني رقم اقل، فسميه 2-بيوتانون. طيب 2-بيوتانون ده فيه سبستيتيوشن تاني، خلاص ماشي. تشوف على رقم كام؟ الفايل دي اللي هي انا بدور عليها. طيب احنا كده كده بنعد من الناحيه دي، ادي 1 2 3، يبقى اسميها 3-ميثايل-2-بيوتانون. 2 ايه؟ بيوتانون. طيب بالنسبه للمركب ده يا شباب، احنا استخدمنا المركب ده فيه كام اطول سلسله فيها كام كربونه؟ هلاقي 1 2 3، ممكن امشي كده او امشي كده اهو. امشي ازاي؟ امشي كده اهو عشان ال OH دي، يبقى 1 2 3 4، يبقى 4 يعني بيوتان اون عشان الكيتون الجروب. بس انا هنا عندي كيتون وعندي OH، يبقى هو سماه كالكهول ولا ككيتون؟ كالكهول ولا ككيتون؟ سماه كايه؟ ككيتون، لان الكيتون ليه الاولويه، فسماه بيوتانول. والكيتون على رقم 2 فقال 2-بيوتانول. والميثايل على رقم 3 زي المثال اللي فات، فقلنا 3-ميثايل، لكن على رقم 4 في هيدروكسي، يبقى هنا اعتبر الهيدروكسي كسبستيتوت، الاو اتش كسبستيتوت، فسماها 4-هيدروكسي-3-ميثايل-2-بيوتانول. تمام يا شباب.
العدد كده اكتمل. انا كنت بحاول اخفف الـ الكلام شوية عشان الناس تتابع معايا قبل ما ندخل في الجزء المهم. تمام. التسمية، طيب لو كان المركب عندي في كيتون جروب وهو سايكليك مثلا زي كده، طب اسميه ازاي؟ قال لي احنا هنشوف السايكل الكيتون ده جزء منها، يبقى هنسميه مثلا السايكل فيها 6 كربونز، يبقى نسميه سايكلو هيكسان اون. الكيتونيك جروب بتاخد رقم 1 في الحاله دي، يبقى نشوف لو في سبستيتوينت على رقم كام. هنلاقي على رقم 1 الكيتون، 2 3، يبقى نسميه 3 برومو سايكلو هيكسانون كده. ايه ده؟ طب الالدهيدز نسميه ازاي؟ الالدهيدز نسميه ازاي يا شباب؟ بنفس الطريقه، هنختار اطول سلسله، واطول سلسله دي هنديها ايه؟ هنديها اسم الالكان بس نشيل الاي، وبعد كده نحط مكانها ال. يعني مثلا اطول سلسله للكومباوند ده ايه؟ 1 2 3 4 5، 5 كربونات. بس انت مشيت ليه من هنا يا دكتور؟ المفروض تمشي منين؟ الالدهيد جروب لازم تاخد رقم 1 لان بتبقى طرفيه. يبقى في 5 كربونات، والكربونات بتاعت الالدهيد هتبقى رقم 1، يبقى 5، يبقى نقول عليه بنتان، ونشيل الاي بتاعت الالكان نحط ايه؟ ال، يبقى نسميه بنتانال. يبقى اطول سلسله فيه هتبقى بنتانال. طيب الميثايل جروب في الحاله دي على رقم كام؟ احنا لو قلنا الكربونيل دي 1 يبقى دي 2 ودي 3، يبقى نسميه 3 ميثايل بنتانال. تمام. طيب الناس معانا ولا ايه؟ عايزين نشوف الناس اخبارها ايه؟ ما فيش حد معانا يعني، ناس نايمة ولا ايه؟ نقفل المحاضرة؟ احنا عاملين عشان نتفاعل مع بعض. اكتب كده في الشات الناس اللي لسه داخلة. طيب نسمي ليه حطينا في الاخر ايه يا احمد؟ قال دي بتاعت الالدهيد يا احمد، احنا سميناه بنتان، وقال يعني في الدهيد الجروب. تمام. طب نبص للمثال اللي بعده، ناخد الايه المثال ده الاول قبل ما ناخد السايكل. تمام. بص على المثال ده، هو في الدهيد الجروب وفي كيتون جروب. الله، يبقى في الحاله دي مين اللي ليه الاولويه؟ حاضر حاضر يا مصطفى، نرجع للمثال اللي قلناه الاول. انا ببص على الالديهيد جروب اهي، تمام، اشوف الكربونز كام واحده؟ 5، 1 2 3 4 5، فسميناه بنتان وشلنا الاي بتاعت الالكان حطينا ال، يبقى بنتان ال. تمام. بنتانال. الميثايل الزياده دي سبستيتوت، يعني نلحق بيها. زي انت اسمك ايه؟ اسمك مصطفى عبد الرحمن، هنسميك الرود بتاعك عبد الرحمن، مصطفى دي ملحقة بيها بقى، دي اللي هتوضحك انت مين بالظبط. طيب مصطفى بقى على كام؟ على انهي كربون يا مصطفى؟ 1 2 3، على رقم 3 يا مصطفى، يبقى انت اسمك ايه؟ 3 ميثايل بنتانال. وضحت كده؟ تمام. نيجي بقى لمين؟ للمثال اللي تحت. طيب نفترض ان انا عندي بقى في المركب الديهيد وعندي ايه؟ كيتون. ما انت ممكن اللي بيقول لي عيد التسميه، طب انت ممكن ترجع الشريط لما نسجله. حاضر. تمام. الالديهيد الجروب والكيتون الجروب لما يكونوا الاثنين موجودين في نفس المركب احنا بندي الاولويه للالديهيد. الكلام ده دي قواعد، مش انا اللي عاملها، دي قواعد الاولويه. فبالتالي هسمي المركب ده على انه الديهيد. الله، طب ما الكيتون من هنا هنعتبرها ايه؟ سبستيت وانت بقى. طيب هرد عليك يا ابراهيم. ابراهيم بيقول لي بنسميه المثال اللي فات بنتاول. ايه بنتاول ده؟ بنتاول، اول دي يعني الكهول، وبنتا يعني 5 بس من غير الكان، من غير التشين. بنتا زي ما تقول 5 وخميسه كده، ما ينفعش. بنتان
يعني 5 كاربونز، ام دي خليتها ايه تشين. ليه الاولويه للالدهيد؟ شهاب بيسال. ده الايوباك دوت، دي قواعد زي قواعد سيدنا ابراهيم كده محطوطه في كتاب اسمه البلو بوك، بيتجدد كل شويه، القواعد دي اتفقوا عليها العلماء عشان يبقى احنا بنسمي زي بعض. هم معتبروا ان الالدهيد ليه الاولويه، خلاص احنا اتفقنا على كده يبقى نمشي على كده. ملهاش يعني زي ما بيقولوا اسباب قد ما هي اتفاق. الايوباك نيمينج ده رولز انا بديها لك عشان تعرف تسمي بيها، عشان تسمي زيك زي الناس اللي حطيتها في الايوباك. تمام يا شهاب؟ فقال لك اذا كان في الدهيد وكيتون، طبعا القواعد دي مش قاعده واحده، ده قواعد كتير جدا، 1 2 3 4، انت حتى ترتيبهم ليه اولويه، يعني القاعده الاولى تمشي على الثانيه وليس العكس. طيب الاولويه هنا للكيتون للالدهيد الجروب على الكيتون الجروب، فهنسمي المركب ده في كم كربون الاول؟ قال لي 1 2 3 4 5، ما حسبتش دي ليه يا دكتور؟ لا دي برانش، احنا بنتكلم على ستريت تشين 5، يبقى نسميه بنتان. طيب انت اديت الاولويه للالدهيد يبقى بنتانال. بنت ايه؟ بنتانال. لا يا ابراهيم مفيش حاجه اسمها بنتاول. بنتاول وشاول ما عندناش الكلام. بنتان ان دي بتقول انها كاربونز، سلسله من الكاربونز. بنتان 5 كاربونز في سلسله واحده. تمام؟ ال يعني اخره الدهيد، ادي معنى ايه؟ الدهيد. تمام؟ بس عايزين بقى السبستيتوت، انا عندي 2 سبستيتوتس، الميثايل على الكربونه دي والاكسجين اللي عامله كيتون الجروب على الكربونه دي. الكيتون في بدايته يعني قصدي في لما يبقى هو المركب الاساسي قلنا يبقى اسمه اول، يعني بنتانول لو ما كانش الالدهيد دي موجود كنا نقول بنتانول. طب لما ما يكونش هو الاساس ويبقى سبستيتوت نعتبر الكيتون في الحاله دي ايه؟ اوكسي. فعشان كده على رقم 1 2 3 4 الأربعة أوكسو بنتانال. أربعة أوكسو إيه؟ بنتانال. تمام؟ طيب الميثايل على رقم كام؟ على رقم 3. ليه 3؟ ما مشيناش ليه من هنا؟ إحنا بنمشي من الأقرب للأب، الأب اللي هو الآن. تمام؟ يبقى نعد من هنا يعني 1 2 3، يبقى 3 ميثايل 4 أوكسو بنتانال. تمام؟ طب ليه قلنا يا دكتور 3 ميثايل 4 اوكسو وما قلناش 4 اوكسو 3 ميثايل؟ يعني ليه بدأنا بالميثايل وبعد كده بالاكسجين؟ حد يقول لي ليه يا شباب؟ الناس تبقى سريع. ابجدي الله ينور عليك. يبقى السبستيتوتس دايما الترتيب الفابيت. ما انتوا كويسين اهو. تمام. طيب نيجي للمركب ده السايكلينج ده، الناس اللي المثال اللي فات اللي هو كان سايكل وهكسانول هناخد زيه ده، بس هو ايه يعني معلش نرجع للمثال تاني عشان الناس اللي ما كانتش حاضره. المثال اللي كان اللي فات كان لما نبص عليه الكيتون جزء من الرينج، جزء من ايه؟ من الرينج، فسميناه سايكلو عشان هو سايكلينج، هكسان عشان فيه 6 كربون، وقود عشان الكربونه منهم عامله كربونيل عامله كيتون. تمام؟ والبرومو خدت رقم 3 لان 1 2 3، فسميناها 3 برومو ايه؟ سايكلو هكسانول. اللي هنا عامل لي مشكله ثانيه خالص، ايه هي بقى؟ ان انا عندي مجموعه الدهيدك، تمام؟ اللي هي السي اتش او، وعندي السايكل مش الالدهيد مش جزء منها، لا يمكن يبقى جزء منها لان الالدهيد قلنا فيها ايه؟ كربون عليها اتش، فمش هتبقى جزء من السايكل. طيب هي بره السايكل، ده نسميه ايه بقى؟ ده ما ينفعش فيه الال، لان الال الكربونه كانت جزء من السلسله، وانا هنا مش هعرف اخد سلسله، فاعمل ايه؟ هعتبر ان دي السايكل اللي انا موجوده دي كسبستيتوت. طب وده تسميه ايه السي اتش او؟ السي اتش او تسميه السي اتش او تسميه كاربالدهايد. يبقى السي اتش او لوحده هو كان زمان بيقول عليه فورمالدهايد، بس هو اتغير اسمه كاربالدهايد سي اتش او كاربالدهايد. يبقى كان المركب ده اسمه كاربالدهايد. طب المجموعه دي اللي موجوده على الكاربالدهايد بيقول ايه؟ بنتان سايكلوبنتان. لما تعدهم 5
يبقى سايكلوبنتاد. ايه ده يا دكتور؟ اصبر شويه، ده في دبل بوند فتسميه سايكلوبنتين. سايكلوبنتين كربالدهايد. طب الدبل بوند فين؟ على رقم كام؟ ادي واحد وادي اثنين، يبقى على رقم اثنين. تمام؟ اثنين، احنا دايما بناخد اول رقم في الدبل بوند. اتفهمت دي؟ طيب؟ يبقى ده نقول عليه اثنين سايكلوبنتين كربالدهايد. طيب نقوله تاني، المثال ده فيه مشكله ايه هي؟ ان السي اتش او مش جزء من الرنج، فما اقدرش اقول زي المره اللي فاتت. طيب الرنج نفسها هنعتبرها كسبستيتوت، يبقى هنسمي المركب، تخيل ان هو فيه كربونه واحده سي اتش او، هنقول عليه اسمه ايه؟ كربالدهايد. عشان اقول لكم بالنوتيشن، شوف شويه. هنعتبر المجموعه دي سي اتش او اسمها كربالدهايد. طب ايه اللي ملحق بيها؟ ملحق بيها رينج. تمام؟ الرينج دي هنسميها سايكلوبنتان، بس فيها دبل بوند، هنسميها سايكلوبنتين. طب الدبل بوند على رقم كام؟ هنعتبر المكان اللي عليه الالدهيد واحد وده اثنين، يبقى نقول اثنين سايكلوبنتين بنتين كربالدهايد. يبقى الالدهيد ليه طريقتين، يا اما نحط ال لو هو جزء من السلسلة، لو هو مش جزء من السلسلة هنسميه كربالدهايد. تمام؟ طيب ماشي، خد اللي بقى. ماشي يا شباب، الناس معانا ولا ايه؟ طيب هل الايوباك هي الطريقه الوحيده للتسميه؟ لا. ليه لا يا دكتور؟ ليه في طرق ثانيه؟ على فكره الميتنج ممكن يخلص بعد 10 دقائق، نحب نكمل، هنكمل بعدين ان شاء الله الجزء الثاني، فندخل على نفس الايه؟ اللينك. بس هندي كده ايه؟ 5 مينت للناس تريح. ماشي يا شباب؟ طيب لو قفلت يعني ادخل عادي على الميتنج بعد 5 دقائق من القفل. طيب هل دي الطريقه الوحيده للتسميه؟ لا، مش هي الطريقه الوحيده، لان في اوريدي قبل ما الايوباك يتفق وقبل ما يعمل كانت في امثله اوريدي ليها اسماء زي الاسيتون. يعني هل انت تروح الصيدليه تقول له والله يا عم الصيدلي اديني اثنين بروبانول او بروبانول، هيرضى؟ هيفهم اصلا؟ وهو صيدلي يا ريس، ما بالك بقى لو رحت شركه كيماويات. هيبدا ايه؟ استنكر الاسم. لكن للساينتست ممكن يبقى الاسم متاح شويه. طب الكومن نيمز دي اللي بتتعامل بيها في الشارع، هل انت تروح للراجل اللي بتاع الخل تقول له اديني بدل الخل اديني اسيتيك اسيد؟ مش هيرضى. الاسماء التجاريه او الاسماء الكومن متفق عليها وبتستخدم كتير، فانت برضه لازم تعرفها، لازم تعرف طرق التسميه. يعني انت اسمك مصطفى بيقول لك يا درش، بيقول لك يا حسنين، نتخيل في البيت بيدلعوك، اذا انا رحت قلت لهم مصطفى مش عارفين. تمام؟ فمثال مثلا الاسيتون، ادي مثال الاسيتوفينون، ده مثال انت مع التكرار هتبدا تعرفه، ودول اشهر الامثله اللي بتتباع وبتتعمل منها اطنان من المركبات. البنزوفينون، ماشي يا احمد، والميثايل ايزوبروبايل كيتون، انا مش عايزك تحفظهم بس مع الوقت هتعرفهم. اسمي بايه؟ اسمي باللي انت باللي انا يعني في الامتحان، انت دايما الامتحان عامل لك دوشه، انت بتتعلم من اساسا مش عشان في الامتحان اكيد هقول لك يعني ده اسمه ايه؟ بالايوباك مثلا هطلب الايوباك، بالكومن نيم هطلب الكومن، بس يعني ما تفكرش في الامتحان دلوقتي. تمام يا احمد؟ فكر تتعلم الاول. طيب فبالتالي التسميه خدنا الايوباك وخدنا ايه اللي اقوله الفا ده يا دكتور؟ هقول لك جايه منين الالفا؟ كويس، سؤال جميل. لما تبص على المثال ده هتلاقيه ده كيتون. ففي طريقه للتسميه اللي هي ايه؟ كانت زمان الكايل الكايل كيتون. فانت الالكايل جروب دي اسمها ايه؟ ايزوبروبايل، صح كده؟ والجروب دي اسمها ايثايل. طيب الايثايل دي في على الاول كربونه فيه من ناحيه الكيتون، الاول كربونه دي بنسميها الفا، اللي بعديها بيتا وهكذا. يعني من هنا الفا بيتا وهكذا وجاي اهو. دي طريقه جريك ليترز.
تمام. فبرضه جرين ليترز كان بيستخدم كتير في الكومن نيمز او الاسماء التجاريه، فهنسميه الفا برومو ايثايل، ومن هنا ايزوبروبايل كيتون. ادي دي طريقتها، زي مثلا الكال الكال كيتون مثلا زي ايه؟ ميثايل ايزوبروبايل كيتون. تمام يا شباب. طيب السينثسيس يا دكتور، بنجيب الحاجات دي منين؟ الالديز دي والكيتونز. قال لي انت في حاجات هتقدر تعرفها على طول. ابسط طريقه للحصول على الكيتو بالمدين انك تعمل اوكسيديشن لو للالكوهولز. فلو الكهول برايمري يديك ايه؟ يديني الديهيد. وهنا بنستخدم اوكسيدايزنج ايجنت اللي هو البي سي البريدوكلوروكروميت، وده بيوقف عند مرحله الالديهيد، يعني ما يعملش اوكسيديشن ويكمل لي الاسيد، فده مايلد اوكسيدايزنج ايجنت. لو سكندري الكوهول بعمل اوكسيديشن بالبوتاسيوم دايكروميت، وده خدت الرياكشن ده في المعمل اعتقد قبل ما تقفل الامور او الترم اللي فات في الفانكشن جروبس، كنت بتعرف الالكوهول ازاي، الايثانول والميثانول والكلام ده، بتحط له بوتاسيوم دايكروميت، بوتاسيوم دايكروميت لونه اورنج، فالبوتاسيوم دايكروميت يعمل اوكسيديشن حوله لك لكيتو، او لا اذا كان سكندري الكوهول او برايمري الكوهول يحوله للالدين، وبعد كده كمان يحوله للاسيد، ده كان بيخلي لون الدايكروميت يتحول الى جرين. افتكر ساعتها كنت بتقول انا عندي اوكسيدايزبل برو، انا عندي ايه؟ اوكسيدايزبل. طبعا الكيتون مش هيحصل له اوكسيديشن تاني، فلو سكندري الكوهول يعمل له البوتاسيوم دايكروميت يعمل اوكسيديشن الى كيتو. تمام. فدي ابسط طريقه. في طريقه خدتها تاني اللي هو الاوزونوليسيس اوف الكينز، يعني من الالكينز اقدر احصل على الكيتونز. الاوزون ده فيري سترونج ايجنت فور اوكسيديشن، فبيروح كسر الدبل بوند دي كلياتها، وبالتالي يرجعهم الى يكسر المركب الى نصين، النص ده يبقى ياخد اكسجين النص ده ياخد اكسجين، فاذا كانت هنا في اتش وار يبقى ده هيتحول الى ايه؟ الديهيد، ولو الاثنين هنا ار وار هيتحول الى كيتو. وبالتالي ده طريقه للاوكسيديشن المركبات، بس ده يعني مش براكتيكال قوي في لانه بيدي لك ميكشر اوف الديز اند كيتونز. تمام. في طرق برضو انت خدتها الترم اللي فات، مش خدت الفريدر كرافتس اسايليشن؟ فريدر كرافتس اسايليشن ممكن الالديهيد كمان يتاكسد ويدي اسيد، صح كلامك صح يا مصطفى. الفريدر كرافتس اسايليشن بيدي الاروماتيك كيتونز، فانت لو بتجيب بالاسيد كلورايد والالومنيوم كلورايد زي ما انت خدت قبل كده مع الاروماتيك كومباوند بيديك كيتو. في الجاتر مانكوخ بتقول كل الترم اللي فات ولا ايه؟ الجاتر مانكوخ مع كربون مونوكسيد والاتش سي ال هيديني الالديهيد او البنزل دايت، ده فورميليشن رياكشن. في برضه من الرياكشنز خدتوها في الالكاينز الترم اللي فات ان انت تعمل هيدريشن للالكاينز، تمام؟ باستخدام الميركريك سلفيت وسلفوريك اسيد، يعني دول طرق انت درستهم قبل كده، انا مش بحط امفاسيس عليهم عشان درستهم قبل كده. طيب الرياكشنز بقى، قبل ما نفهم الرياكشن لازم نفهم يعني الرياكشنز بتاع الالديز كتير او الكيتونز كتير. لو انت فهمت اصلها وبتتم ليه او ربطت بينها بالاستراكشر هتقدر تفهم الرياكشنز ايه ازاي ماشي. الكلام ده هنسيبه للجزء الثاني من المحاضره، ندي 5 دقايق نقفل الميتنج، وندي 5 دقايق للناس راحه، ونبدا الميتنج الجزء الثاني عشان نتكلم على الرياكشنز. ماشي يا شباب موافقين؟ معانا ولا نمتوا؟ تمام، سلام يا شباب.